السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم المعلمة أماني حامد من مدارس الأمم الإبداعية، معلمة الصف الثاني الأساسي. سأقوم بمتابعة تدريبات درس النملة النشيطة. أحفظ. الرئيسي هو أن يتلو الطلبة الآية رقم 105 من سورة التوبة تلاوة سليمة، ثم يتعرف على الفكرة الرئيسية من هذه الآية. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخر صدق الله العظيم. الآن عزيزي الطالب، افتح كتابك على صفحة 62 ودعونا نتلو سوية الآية رقم 105 من سورة التوبة. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. هذه الآية أحبتي الطلبة تحثنا على أن نعمل بإخلاص ونؤدي عملنا بكل أمانة وصدق ومن دون غش، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله سوف يشاهدون جميع أعمالنا. ونحن الآن كما تلاحظون قد أخذنا درس الأمانة في مادة التربية الإسلامية، وقلنا أن الأمانة هي أداء العمل من دون غش. ومن الأمثلة على الأمانة التلميذ الأمين يدرس بجد ونشاط، والمعلم الأمين يؤدي عمله بإخلاص. ونحن الآن نمر في فترة وهي التعلم عن بعد، وأنا أشكر كل طالب يقوم بالدراسة وهو متأكد بأن الله تعالى يراه وبأن المعلم يتابعه، فهذا مثال لنا على الأمانة. إذن الفكرة الرئيسية من الآية، سأقرأ الآية مرة أخرى. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. الفكرة الرئيسية هي الإخلاص والأمانة في أداء العمل من دون غش. افتح كتابك عزيز الطالب على صفحة 63 نشاط. فلنتذكر معا أحبة الطلبة، العدد 63 فردي أم زوجي؟ من يعرف منكم؟ أحسنتم، 63 عدد فردي، لأن آحاده رقم 3 والثلاثة من الأرقام الفردية. والآن فلننظر إلى الصورة. أمامي صورة جندب وصورة ذرة وصورة ضفدع، والمطلوب هو أن أحلل هذه الكلمات الآتية إلى مقاطع. دعونا نستذكر قواعد تحليل الكلمة. لكي نحلل الكلمة إلى حروف ومقاطع يوجد شروط. عندما أرى حرف متحرك مع حرف ساكن هنا يسمى مقطع، وعندما تأتي اللام القمرية تكون أيضا مقطع، وحرف المد مع الحرف الذي يسبقه أيضا يعتبر مقطع، والحرف المتحرك لوحده مع الحركة يعتبر أيضا مقطع. دعونا نقطع كلمة جن دو بون. جن حرف متحرك مع حرف ساكن، دو الحرف هنا مع حركته الضمة، دو مقطع قصير، بون
الحرف مع حركته. الكلمة الثانية ذو، الحرف مع حركته ذو را تون. الكلمة الثالثة ضف دع عن، الحرف المتحرك مع الحرف الساكن ضف دع، حرف مع حركته عن، ضف دع عن. البيتي أمامك واجب هنا عزيزي الطالب، وهو أن تحفظ الآية غيبا من سورة التوبة، ومن ثم تقوم بنسخها على الدفتر بخط جميل ومرتب، وعليك أن تقوم بإعادة تقطيع الكلمات في صفحة 63. والآن دعونا نستمتع بمشاهدة هذه القصة ونتعلم منها شيئا مفيدا. إلى اللقاء في حصة قادمة، دمتم بخير. كان مكان في قديم الزمان ولد فقير يمشي في الشارع، رأى محفظة ملقاة في الشارع، فتح المحفظة فوجد نقودا كثيرة وبطاقة فيها عنوان صاحبها. قرر الولد يرجع المحفظة لصاحبها، ذهب إلى بيته وأعطاه المحفظة. فرح صاحب المحفظة وشكر الولد على أمانته وأعطاه مكافأة.